مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم الى عدد جديد من برنامجكم اليومي صدى الاقلام، ونرصد فيه ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف العراقيه والعربيه والعالميه، ولكن بعد جوله في اهم العناوين. نقرا في المدابلات: للطاقه استثناء شراء الكهرباء والغاز من ايران سينتهي خلال ايام. في الزمان: الاستقطاعات تشمل المخصصات الوظيفيه وتغيير نظام الرواتب بنسبه 50%. في الجزيرة نت: مبادرة أممية لإيجاد لقاح لكورونا وانخفاض كبير بعدد الوفيات بأمريكا. في عربي 21: وفيات كورونا حول العالم تقترب من 200,000 حالة. في The New York Times: فقر ومجاعة وأمية، هذا ما ينتظر العالم بعد كورونا. في العربي الجديد: الكاظمي بين إملاءات الكتل وصراعاتها على الوزارات. في الشرق الأوسط: بريطانيا تبدأ تجارب على بلازما الدم لمساعدة مرضى كورونا. ومما اخترنا لكم من عناوين منشورة في صحف مختلفة إلى المقالات المنتقى، والبداية في مقال منشور بصحيفة المدى، وجاء في مطلعه: تؤكد التجربة الإنسانية لمسيرة البشرية أن هناك تكاملا في منظومة العلاقات بين الإنسان والبيئة، وعند الإخلال بهذه العلاقة عبر الاستخدام المفرط لعناصرها تكون النتائج وخيمة وتصبح مصدرا للأوبئة والأمراض التي تصيب الإنسان، وآخرها فيروس كوفيد-19. تقول الكاتبة جيهان بايبان في صحيفة المدى: من أمثلة الإساءة المتعمدة للبيئة في العراق هو تجريف بساتين النخيل، وخصوصا في محافظة البصرة ومحافظة بغداد وضواحيها، بغرض تحويلها للأسف إلى تجمعات سكنية. المزيد في سياق المادة الصوتية الآتية. من المخاطر الآنية نتيجة تفشي هذه الجائحة وخصوصا في العراق هو ازدياد النفايات الصلبة وحرق النفايات في الهواء الطلق وبدون مراقبة، تؤدي إلى تعرض عمال النفايات والمجتمع إلى ملوثات سامة في الهواء، وكذلك ازدياد المخلفات الطبية الخطرة من نفايات الأدوية الحادة والنفايات المرضية المعدية والنفايات الصيدلانية بما فيها النفايات السامة والكيميائية والمشعة والنفايات الملوثة بالفيروس من كمامات وملابس وقائية وكفوف وغير ذلك، والتي تتطلب التعامل معها بشكل سليم وآمن وعلى أساس بروتوكول معتمد دوليا وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، والذي يتطلب جمعها وفصلها وتخزينها ونقلها ومعالجتها والتخلص منها بشكل آمن وسليم، والتي يجب أن تشكل جزءا من استراتيجية الحكومة العراقية طبقا لاتفاقية عالمية حول معالجة والتعامل مع النفايات الطبية الخطرة ورسم نظام للمتابعة الصارمة للتخلص من النفايات الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية وضمان توفر المهارات اللازمة الرصينة للتعامل معها والتخلص الآمن منها. وهناك أيضا أهمية خاصة للتعامل مع ملف النفايات بأنواعها المنزلية الصلبة لأنها قد تكون أحد مصادر انتشار الفيروس. كوفيد 19 والتحديات البيئية في العراق، مقال لجيهان بابان منشور في صحيفة المدى، ختمته بقولها: ولوحظ أن الإصابات بفيروس كورونا في محافظة البصرة هي أكثر من المحافظات العراقية الأخرى، وفي محافظة بغداد هي أكثر في منطقة رصافة بسبب تزايد الأعداد السكانية مقارنة بمنطقة الكرخ، وخاصة بين الذين لديهم مناعة ضعيفة. الآن إلى مقال آخر وموضوع مختلف منشور في صحيفة العرب اللندنية تحت عنوان: متى ينتفض السنة العراقيون؟ يقول الكاتب إبراهيم الزبيدي في مقال بصحيفة العرب اللندنية: مهما طال الزمن فإن موعد ثورة السنة العراقيين على لصوصهم قريب في المحافظات الغربية. ويتساءل الكاتب: هل إن الذين تمكنوا من انتزاع تمثيل الطائفة الشيعية في دولة المحاصصة واحتكارها، هل هم يمثلون الوطن أو المواطن الشيعي بجدارة وإخلاص؟
الانتفاضة التشرينية الكاسحة ترد على ذلك. المزيد في سياق التالي. هل اختار السنة بحرية وشفافية أولئك السياسيين السنة الذين سطوا على حصتها في السلطة وادعوا تمثيلها والسعي لإخراجها من أحزانها ومصائبها ومآتمها التي أغرقتها بها حكومات حزب الدعوة وإيران وحشدها الشعبي وجائحة داعش وجرائمها التي لا تمحوها عشرات من السنوات القادمة؟ لا دليل على ذلك. واسألوا مئات الألوف من العوائل المهجرة داخل محافظاتها والأخرى التي كمم أفواه رجالها ونسائها السياسيون بحاميهم وراعيهم سلاح الحشد الشعبي الإيراني وبالمال الحرام الذي أتقنوا جمعه وتشغيله في شراء النفوس الضعيفة وأصوات الانتهازيين المعروضين للبيع وللإيجار في كل انتخابات مغشوشة علنا وعلى رؤوس الأشهاد. ومهما طال الزمن فإن موعد ثورة السنة العراقيين على لصوصهم قريب، فقط حين تزول غمة كورونا وتغادر محافظاتهم ومدنهم وقراهم جيوش الحرس الثوري العراقي الذي نشرته إيران لتتميم أفواه معارضيهم ومنع الثائرين من أبناء جلدتهم من أن ينزلوا بهم حكم القصاص. ولكل أجل كتاب وسوف نرى. وختم إبراهيم الزبيدي مقاله بقوله: سيبقى المهجرون مهجرين والمعدمون معدمين والبائسون بائسين واليائسون من الكتل السياسية والأحزاب سيظلون يائسين للأسف في عراق اليوم إلى أن يأتي الفرج، وعسى أن يكون قريبا، يقول الكاتب. الآن إلى مقال جديد وجاء في مطلعه: لا أخال أحدا في العراق يستبعد الدور الصهيوني في تقسيم العراق إلى سني وشيعي وكردي وأشوري وعربي وكلداني إلى آخره. يقول الكاتب عبد الستار قاسم في مقال منشور بموقع عربي 21: أيها العراقيون، أنتم عراقيون أولا وأخيرا، وأنتم تنتمون إلى أمة عريقة ذات تاريخ ومجد عريق، وقد ساهمتم مساهمة فعالة في بناء حضارتها وأمجادها وصد العدوان عنها، وأنتم الآن أمام مسؤولية تاريخية، فلا تدعوا أنفسكم أمام مهزلة لا يقبلها التاريخ العراقي والعربي والإسلامي. المزيد من مقال عبد الستار قاسم نسمعه وإياكم في المادة الصوتية الآتية. أهل العراق لا يستطيعون تشكيل حكومة، وإن شكلوها فإنها لن تدوم طويلة، والسبب لا تحتاج معرفته إلى عناء كبير، إنها المذهبية الطائفية والعرقية المقيتة. استسلم أهل العراق للترتيبات السياسية الخاصة بتوزيع المناصب العليا في البلاد والتي خطها الأمريكيون بعد غزوهم العراق والسيطرة عليه. لقد أسس الأمريكيون للخصومات الطائفية والفرقة والنزاعات بين أبناء الشعب العراقي كما فعل الفرنسيون في لبنان، وساق العراقيون وراء هذا الترتيب الذي يمزق ولا يوحد ويباعد ولا يقرب ويزرع البغضاء والكراهية بين أبناء الشعب الواحد. لم يستفد العراقيون من التجربتين اللبنانية والفلسطينية، تبنت التجربتان سياسة محاصصة وفشل الطرفان، أو في الأقل تمت عرقلة التطلعات اللبنانية والفلسطينية والإساءة في كثير من الأحيان لآمال الناس وطموحاتهم. المحاصصة مدمرة ومخربة، ويجب رفضها ونبذها وإخراجها نهائيا من الترتيبات السياسية الخاصة بإدارة شؤون البلاد، وهي كذلك لأن البعض يتمسكون بهذا الترتيب الغبي الذي أراده الأمريكيون من أجل شل العراق إلى الأبد وإخراج الشعب العراقي من دائرة تقرير المصير والاستقلال والسير قدما نحو حياة تطور وتقدم بسواعد عراقية. الكاتب الفلسطيني دكتور عبد الستار قاسم ختم مقاله قائلا: في تقديري الشخصي، الحل في معضلة العراق يكمن بحظر كل التكتلات الطائفية والمذهبية والعرقية والسياسية واستعاضتها جميعا بجمعيات، وتشجيع تشكيل أحزاب برامجية عامة. يصعب على الأحزاب الفكرية والبرامجية أن تنال ثقة الجمهور بعد كل هذا الضخ الطائفي والمذهبي في العراق، لكن التأسيس ضروري ليصبح جزءا من التركيبة النفسية والتربوية العراقية، ومع الزمن يتطور ويلتف الناس حول هذه الكيانات التي تقوم من أجل الشعب
بعموم أطيافه. إلى مقال جديد منشور بمجلة الإيكونوميست، وجاء فيه: توقع الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس أن يتمكن العالم من إحداث اختراقات مهمة في عدد من المجالات الطبية مستفيداً من أزمة تفشي كورونا. وفي مقال له بمجلة الإيكونوميست قال غيتس إن العالم يعيش الثلث الأول من أزمة تفشي فيروس كورونا، متوقعاً أن يحدث الجزء الأكبر والأهم من الأزمة خلال الأيام القليلة المقبلة. واستبعد غيتس أن تعود الحياة إلى ما كانت عليه قبل تفشي الفيروس حتى وإن رفعت الحكومات إجراءاتها الوقائية بما يضمن عودة الحياة لسابق عهدها كفتح المصالح والشركات وعودة حركة النقل والمطارات والأنشطة الرياضية والاجتماعية. وقدم غيتس نظرة سوداء لما سيحدث في الدول النامية بفعل الفيروس حين قال: مع تباطؤ الوباء في الدول المتقدمة سوف يتسارع في الدول النامية، لكن التجربة ستكون أسوأ في البلدان الفقيرة حيث سيفقد المزيد وظائفهم ولن تجدي كثير من الإجراءات التباعد وسينتشر الفيروس بسرعة، في حين لن تتمكن الأنظمة الصحية من رعاية المصابين. وفي هذا السياق أضاف: فيروس كورونا طغى انتشاره على مدن مثل نيويورك، لكن البيانات تشير إلى أن مستشفى واحد في مانهاتن يحتوي على أسرة للعناية المركزية أكثر من معظم البلدان الأفريقية، ولذلك يمكن أن يموت الملايين هناك. وشدد على أن الناس في الدول الغنية والفقيرة على حد سواء لن يكونوا آمنين إلا عندما يكون لدينا حل طبي فعال لهذا الفيروس، ما يعني لقاح. وتوقع أنه بحلول النصف الثاني من عام 2021 ستتواصل مراكز الأبحاث إلى لقاح فعال للفيروس، وسيظهر أيضا اختراقات طبية كبيرة أخرى حول الوباء يمكن الاستفادة منها حال ضرب العالم فيروس جديد مستقبلا. اختراقات سنحققها مع كورونا، مقال منشور في الإيكونوميست لبيل غيتس. وختم مقاله بقوله: يتمنى أن تشرك الدول الفقيرة في منظومة الحماية من الأوبئة والفيروسات، وأن تكرس لها الجهود والمساعدات لبناء أنظمة الرعاية الصحية الأولية فيها، لأن فيروس كورونا أظهر أنه لا يعترف بالحدود، وأن العالم كل العالم معرض للخطر ذاته، ويجب أن يتشارك العالم أيضا استعدادا لمواجهة هذا الوباء كيد واحدة والتغلب عليه. الآن إلى مقال آخر منشور في صحيفة نيويورك تايمز التي نشرت مقالا للصحفي نيكولاس كريستوف، اعتبر فيه أن جائحة أخرى من الفقر والجوع والأمية ستتبع جائحة فيروس كورونا المستجد الحالية. وفي مقاله نقل كريستوف عن ديفيد بيزلي حاكم ولاية جنوب كاليفورنيا قوله أنه حذر مجلس الأمن هذا الأسبوع بالقول: نحن لا نواجه جائحة صحية فقط، بل أيضا كارثة إنسانية عالمية، وقد نشهد مجاعات في أكثر من 30 دولة في مختلف أنحاء العالم. الدول النامية تعاني من نقاط ضعف كبيرة مثل العشوائيات المكتظة والأنظمة الصحية التي تفتقر إلى الأطباء، وحيث لا توجد أجهزة تنفس اصطناعي تقريبا. ويوجد 10 دول في أفريقيا ليس فيها أجهزة تنفس أبدا. وبالنسبة للأطباء والممرضين في البلدان الفقيرة، لا يواجههم فقط تحدي الكمامات، فأكثر من ثلث المراكز الصحية في البلدان الفقيرة لا تملك مرافق غسل الأيدي بحسب الأمم المتحدة. إن مناظر الجثامين تتحلل في شوارع مدينة غواياكويل في الأكوادور تبرز المخاطر التي تواجه الدولة النامية. إن الجائحة الفيروسية تسببت بإيقاف حملات مواجهة مرض شلل الأطفال، وهو ما ينسحب أيضا على حملات توزيع فيتامين ألف الذي ينقذ أرواح الأطفال ويمنع العمى. كما أغلقت الكثير من برامج التغذية المدرسية مع إغلاق المدارس، والمدارس مغلقة في عديد من البلدان، وبعض الطلبة وخاصة البنات لن يعودوا للمدارس أبدا. فعندما تكون العائلات بحاجة ملحة للطعام والمال، فاحتمال أن يكونوا قادرين على دفع رسوم المدارس وخاصة للبنات سيكون أقل، فيما سيحاولون العيش من خلال تزويج بناتهم
حتى الصغيرات منهن لنقل مسؤولية إطعامهن لبيت آخر. في المقال ذاته المنشور في نيويورك تايمز، عارف حسين وهو رئيس الاقتصاديين لبرنامج الغذاء العالمي يقول إن كوفيد 19 كورونا كارثي للملايين الذين يتعلقون فعلا بخيط رفيع، وهو ضربة بمطرقة حديدية للملايين الآخرين الذين يأكلون من وراء عملهم بإطار الأجرة المدفوعة يوميا. الآن إلى مقال منشور في صحيفة العربي الجديد، يقال إن المصيبة العامة تجمع لكنها هذه الأيام تفرق، وتزيد من التأزم في واشنطن حيث حولت أزمة كورونا الخلاف إلى تناحر وتمزق بما وسع هو بين الأطراف التي لا تلتقي على كيفية مواجهة كارثة كورونا، ناهيك عن التعامل في تداعياته الاقتصادية المزلزلة. هذا هو مختصر مقال فيه رأي للدكتور فيكتور أو الكاتب فيكتور شالهوب في صحيفة العربي الجديد، المزيد في سياق المادة التالية. الرئيس وفريقه الطبي على تناقض مكشوف وخطير، وهو على تنابذ كبير مع بعض حكام الولايات، وهؤلاء على علاقة متوترة مع كثير من التحدي مع قيادات في الكونغرس، وهذه القيادات بعضها في شبه قطيعة مع البيت الأبيض وفي حالة جفاء أكثر من العادة مع بعضها الآخر، كل ذلك وسط كارثة صحية وشبه انهيار اقتصادي أدى إلى توخر 26 مليون وظيفة في 5 أسابيع، والمزيد قد يتبع. يواكب ذلك تصعيد خطير مع إيران وتوتر مع الصين ومناكفة مع منظمة الصحة العالمية، كله في وقت يتراجع رصيد الرئيس فيه بسبب تعثر إدارته لأزمة كورونا التي تجاوزت وفياتها في أمريكا وحدها 50,000. ويزيد من ثقل اللحظة بالنسبة للبيت الأبيض أن الدعوة التي أطلقها الرئيس لفك العزلة والعودة إلى دورة الحياة الطبيعية والتي بدأتها اليوم ولاية جورجيا قد يرتد سلبا عليه لو تسبب بموجة جديدة للفيروس، بحسب التحذيرات الطبية التي تنهى عن مثل هذه الخطوة قبل الأوان، وهي عودة مستبعدة بكل حال في الوقت القريب، إذ أن 78% من الأمريكيين يفضلون الاستمرار بملازمة المنازل ولغاية صدور التطمينات الطبية. عن أجواء الإدارة الأمريكية في واشنطن، فيكتور شالهوب يتابع قائلا إن الأجواء هناك أبعد ما تكون عن المزاح وأقرب ما تكون إلى التشنج، ولا يقتصر ذلك على احتكاكات الرئيس ترامب اليومية بالصحافة ومعارضيه أو تعارضاته، إلى جانب طبعا تعارضاته مع الفريق الطبي، بل شمل أيضا علاقات قيادات في الكونغرس بحكام الولايات. فرئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونويل رفض تخصيص مبالغ في حزمة التحفيز والإعانة لمساعدة بعض الولايات الديمقراطية المتأذية من وباء كورونا، مقترحا عليها أن تعلن إفلاسها. تمكن فريق بحثي أوروبي مشترك من هولندا وألمانيا وفرنسا بمشاركة رئيسية من باحثة مصرية، تمكنوا من إعادة هيكلة ذرات السيليكون والجيرمانيوم المستخدمة في الشرائح الإلكترونية، بحيث تكتسب خواصا ضوئية ما يمكن من استخدامها في تطبيقات إرسال واستقبال البيانات بسرعة الضوء مع استهلاك أقل للطاقة. تقول إلهام فضالي الباحثة في جامعة أيندهوفن التقنية بهولندا والمؤلفة الرئيسية المشاركة مناصفة في هذه الدراسة، تقول في تصريح للجزيرة إن إرسال البيانات بسرعة الضوء بدلا من النقل المعدني يرفع قدرات الشرائح أكثر من 1,000 مرة مع الحفاظ على درجة الحرارة، وتضيف أن هذا الأمر يفتح الباب لتقدم كبير في معالجة البيانات مع رفع الكفاءة وانخفاض التكاليف. وتوضح أنه على سبيل المثال يمكن أن يساهم ذلك في تطوير المستشعرات البيولوجية الموجودة في الاختبارات المعملية بحيث تكتسب خصائص ضوئية، الأمر الذي يمكن بدوره أن يطور من هذا النطاق.
وتخرجت إلهام فضالي من كلية الهندسة بالجامعة الأمريكية في القاهرة قسم الإلكترونيات عام 2013، وانتقلت بعد ذلك لتنال درجة ماجستير مزدوجة علوم النانو في تخصص الإلكترونيات الدقيقة من الجامعة الكاثوليكية في لوفن بلجيكا وجامعة شالمرز التقنية في السويد. إلى الكاريكاتير. ختام صدى الأقلام، دمتم دائما في رعاية الله، إلى اللقاء.